احنا النهارده هنتكلم كده ونفسر في دلالات المخبوزات. أيوة. نبدا اولا بالعجين والفطائر في المنام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي، هو العجين اصلا ده معناه استعداد ل يعني حاجه هتعمليها، شغل، زواج، انجاب، كل ما هو تستعدي ليه. تمام. العجين مش وحش الا اذا اكلته، العجين يؤكل يعني. فده معناه استعجال في امورك، يعني في حاجه هتاخدها بس مش يعني مش كما يجب، يعني انت منتظر حاجه هتجيلك بس مش زي ما انت عايز، هتجيلك اقل يعني. فصبرك يعني قل جدا في انتظارها. تمام. العجين لو كان كل ما يكون شابك في الايدين كل ما يكون وحش، لازم يكون يعني مزيته كده، مزيتك بالظبط كده وملمومه، فده شطاره البني ادم والحنكه بتاعته وفطنه بتاعته والكياسه في حياته. ازاي بقى ايه بيدور اموره ازاي، سواء كانت اموره الشخصيه او الامور العامه او كده ايا كان، فده بيبقى شطاره منه. ولو بتقطع يعني قطعها عشان تعمل حاجات يعني. فده بيبقى فعلا هو انسان حاضق زي ما بيقولوا عليه، يعني ذكي، عارف ازاي يعمل اموره. تمام. دي حاجه. لو العجين ده اتحط مثلا في فرن، بيبتدي يعني استعدادا للطبخ او كده، فده انذار بإني في يعني امر لازم تاخد بالك منه، لانه لو ما تبعتوش هتحصل فتنه. فتنه دي اللي هي قيل وقال، العجين اللت والايه والعجل بالظبط كده، فهيحصل قيل وقال الكلام كبير. طيب.